بدل ما جاب لك البوليس هو اللي خرجك كده. انا ماشي مديك 24 ساعه تفكر، اذا ما كنتش هتعقل انا هعقلك، انا هدفعك الثمن غالي، هخليك تندم طول حياتك. ومفيش سلام عليكم. السلام عليكم. مفيش عليكم السلام. ان شاء الله عقبال عندكم جميعا. عقبال عندكم كلكم. يلا يا بنتي احنا هنسيب الناس قاعدين وانت قاعده لوحدك. اسمعي ابتسمي، في واحده يوم خطوبتها يبقى التكشير على وشها كده شبريكي. ما انا مبتسمه اهو يا ام. يمكن كنت مستنيه المنايل على عينه العمر كله. ما خلاص ياما، وافقت لكم على العريس المداح والبتاع، كل لازم تقعدي تبكتيني بقى. طب اتفضلي. عاوزين نقول مبروك بقى. اقرا الاول يا عبد الجواد. تقرا ايه؟ امضي وبعدين تبقى تقرا. ده مشروع العمر. لا اصول برضه، الواحد يقرا احسن الاول. هنقرا الاول. البائع البائع ايه ده على الجوال؟ 300,000 جنيه عند التوقيع؟ مش كتير؟ كتير ازاي؟ ربع المبلغ عند التوقيع؟ انا العمليه دي مش مطمن لها، شكلها كده نصبه، وصاحب البيت شكله نصاب، وانت كمان نصاب، وانت اهو من هنا. يلا يا حبيبي. يلا يا اخويا بلاش، مفيش شاي كمان، وانت اهو من هنا، قوم يا حرامين. يلا يا حبيبي انت بتنح ليه؟ يلا يا اخويا، يلا ما تنحش معايا. انت رايح فين؟ ما تنحش. يلا اتفضلوا مع السلامة. يلا مستنيين ايه؟ الأستاذ فريد الغطريفي. أنا فريد الغطريفي. حضرتك الأستاذ فريد الغطريفي؟ أيوه أنا الأستاذ فريد الغطريفي. طب اتفضل معنا حضرتك. اتفضل معاكوا فين؟ خير؟ معايا أمر بالقبض عليه. القبض عليا انا؟ ليه؟ محمد عز المحامي حاضر عن المتهم. متهم ايه انت راخ؟ استنى لما اشوف ايه الحكايه. في ايه يا حضرتك؟ هتعرف كل حاجه في النيابه. نيابه؟ نيابه ايه؟ لو سمحت اتفضل معانا. نيابه ايه يا عبد الجواد؟ انت ما بتشربش حاجه ساعه ليه طيب؟ نيابه يعني. وبالاطلاع على البطاقة اتضح انه المطلوب فعلا هو اسمه فريد ابراهيم الغطريفي، المواليد الاسكندرية قسم محرم بيه، وعلى هذا الاساس قررنا حبسه 4 ايام لحين. حبس 4 ايام؟ حبس 4 ايام ده ايه؟ يعني كده هو اللي احم ولا دستور؟ مش عارف ايه الحكاية الاول. جرايه فريد 9 سنين نسيك اللي عملته ولا فاكرنا احنا نسينا؟ تنسوا ايه وانسى ايه يعني؟ انا مش فاهم حاجه. في حكم غيابي صادر ضدك بالاعدام. اعدام؟ اعدام 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 اللي هو يعني تحب افكرك الحكم ده كان ليه ولا افتكرت؟ الرقاصه اللي قتلتها؟ نوال. نوال؟ انا قتلت نوال؟ نوال مين؟ نوال مين؟ واعدام ايه بيه؟ أنا محمد عز المحامي حاضر على المتهم. يا عم في عرض جاه النبي تتنيل وتسكت، بقول لك إعدام ورقاصة، تقول لي متهم؟ بتعمل إيه؟ أفندم خدها شاويش على الحجز. يا ابني خدنا على فين؟ حجز إيه؟ اتفضل يا قدام. أوعى ما تقول له حاجة يا بيه أحسن يصدق إن هو بطل. اتفضل ما تقول حاجة. محمد عز المحامي حاضر على المتهم.
احنا بعيد عن كل شبهه. لازم اعصابكم تبقى زي الحديد والا هنروح في داهيه كلنا. احنا ما عملناش حاجه واحنا مالنا؟ انتوا بتخرفوا شعبان ازاي لقى نفسه هيروح فيها؟ شعبان علينا. شعبان ايه يا معوري؟ شعبان انتهى من الوجود خالص. واللي اتقبض عليه فريد كل الاوراق بتثبت كده. اه مظبوط. الثبات مطلوب. انا شخصيا هروح له الحبس عشان اخبر اعصابه. فريد قريبنا، لازم نقف جنبه في الورطه اللي هو فيها. بيقتل الرقاصه. بقى تبقوا عارفين انه قاتل الرقاصه وتغنزوني فيها. ما يهمكش، جمد قلبك. اجمد قلبي لحد امتى؟ لحد ما الاقي عشناوي يطير رقبتي؟ ولا هيطيرها ولا حاجه. المحامي عامل معارضه وهيعينوا محاكمتك تاني. محاكمتي تهمه ايه؟ تهمه قتل الرقاصه؟ طبعا. طبعا ده ايه؟ هو انا قتلتها؟ هو انا حاطها خالص؟ يا فريد هتتعدل. هتتعدل؟ هتتعدل لغايه امتى؟ تكونش الجدع اللي جالي ده هو فريد؟ قال ايه جدع؟ واحد جالي كده بناء قال انه فريد. انا افتكرته نصاب. يبقى فريد عايش. هو فريد يبقى عايش ما ماتش. يا فريد ما تخليش الصدمه تهزك. اقول لك فريد عايش تقول لي يا فريد؟ انت بتتكلم عبيط ولا عبيط؟ انا يا عم هعترف. يا روح ما بعدك روح. انت اخينا اللي بره. عايز ايه؟ انا عايز اعترف لوكيل النيابه دلوقتي اهو. يا فريد يا فريد. انا فريد بلا زفت. انا عايز اقابل وكيل النيابه دلوقتي اهو حالا. هجيب لك وكيل النيابه منين دلوقتي؟ الصبح ان شاء الله. اتفضل معايا على الحبس. يا سعادة البيت انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان واد غلبان تافه من عامة الشعب. ما اعرفش حاجه. اقتل ازاي ده؟ انا ما اعرفش اتفرج على فرخه مذبوحه. جم قالوا لي اعمل فريد عشان خاطر حكايه الورث والفلوس، انما انا شعبان وجالي واحد بدقني كده هو فريد الغطريفي. انا عمري ما كنت فريد. انا شعبان. ما تقول له عبد الجواد. لا حول الله يا رب. اقول له قول له اللي انا شعبان. تقول لي حول الله يا رب. قولوا لي يا ست نرمان. قولوا لي يا الامين. اهدى يا فريد مش كده. اهدى فريد مين؟ تقول لك كده شعب مجاوري. قول له يا مجاوري يبقى مين؟ قول له. ساكت ليه؟ ايوه انت اللي تعرف كل حاجه. قول لهم بقى انا ابقى مين؟ انت كريم يا رب. يا انت كريم يا رب. هو اللي طالع عليك كمان ده يا سعاده البيت. اسمع يا فريد، احنا واخدين على الورطه دي كويس. انت عايز تفلت من عداله؟ خدها شويشها على الحبس. حبس ايه؟ حد تجديد المحاكمه وتأييد الحكم. لا حول الله. اتفضل اتفضل روح يا اخوانا. انا شعبان. اتفضل. انا شعبان يا اخوانا. حرام عليكم. يا اخوانا انا شعبان. لا مؤاخذة يا شويش، انا عايز اروح دورة المية. وده وقته. امال وقته امتى يعني؟ حبك دلوقتي عايز اروح. اتفضل يا سيدي. زينب انا واقع في عرضك. ليه كمان تكلمني بعد اللي شفته بعينيا؟ امشي خالص، امشي بعيد عني. يا زينب ده مش وقته، انا حياتي على كف عفريت. احسن. خلي عمايلك البطاله اللي في مصر دي تنفعك. عمايل بطلت ايه؟ انا محكوم عليها بالاعدام. يا خبر اسوس. حتى البصمات؟ حتى البصمات يا زينب، حتى البصمات. حته الدين ورطه. ايه ورطه بعقل؟ طب والحل ايه؟ مفيش حل غير ان اروح الاوضه اللي انا كنت ساكن فيها ادور على اي اوراق تثبت ان انا شعبان. ليه عملت في نفسك كده يا شعبان؟ ليه استعجلت ليه؟ هي الدنيا تحلو ولا بشقاها؟
هو ده وقته يا زينب؟ يلا يلا شوف اي ورقه ولا اي حاجه. ايه ده؟ امال فين القفله كان على الباب؟ ده مقفول من جوه. كان حد سكنها غيرك؟ سكنها غير ازاي؟ عاوز حاجه؟ حلو قوي، انا اللي عايز حاجه. دي اوضتي. اوضتك ازاي؟ انا اللي مأجرها من صاحبه البيت. مأجرها ازاي بقى؟ طب وحاجتي اللي جوه؟ يا ستي انا مش لسه مأجر الاوضه لغايه دلوقتي. مأجرها وقافلها وغيرك مش لاقي حته يتوى فيه. هو انت وزاره الاسكان مصلحه الهواي العاجل؟ انت مالك؟ نكمله لما تململه. ان ما كانش عاجبك اعلى مدخلك اركابه. في 60 داهيه الاوضه، انا عايز الحاجات بتاعتي اللي كانت جوه. حاجه ايه؟ شويه الكراكيب. يا ستي انا حر، حاجاتي ولازماني، كل واحد حر في كراكيبه. ريحتهم لبتاع الربابيكي. يا سلام، وانت يعني من حقك تبيع حاجه غيرك؟ ايه؟ امال ايه يا ضناي؟ امال اخد الاجره منين يا ضناي؟ يما يلا يا شعبان مفيش فايده، خلاص يا اختي اقعدي بالعافيه. يعافيكي يا اختي. كراكيب، الكراكيب ايه؟ كراكيب ايه يا ام كراكيب؟ تعال تعال، خلاص خلاص، يلا يلا يا شعبان. شعبان 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 يا ابني، انت مولود من زمان قوي. من زمان قوي ده ايه؟ انا على الاقل مولود بعديك ب 100 سنه. صفحتك مش موجودة ومفيش ما يدل على انك اتولدت. ما يدل على انك اتولدت؟ ما انا قدامك اهو. يا ابني انا قدامي اوراق بحكم من واقعها. واقعها ده ايه؟ يعني انا ما اتولدتش؟ يعني انا مش موجود؟ موجود مش موجود، انا ليا الدفاتر اللي قدام. واتفضل بقى يا سيد، خلينا نشوف شغلنا. معلش معلش، هتتحل هتتحل يا شعبان. يا عالم اثبت ازاي ان انا شعبان؟ اثبت ازاي؟ يلا الاصلاح. امشي اطلع بره يا ماشي. امشي ماشي يا فندم ماشي، بس يا سعاده البيت اخرس خالص. اوراق ايه اللي انت بتسال عليه؟ انت كنت اتثبت عشان يبقى لك اوراق. طب يا فندم اي وصله سعاده البيت بس يثبت ان انا شعبان؟ اخرس، مالكش عندنا اوراق، انت باليوميه يا حبيبي باليوميه. فاكر الكرافطه اللي انت شديتها؟ معقول؟ دي احلى جرافطه شفتها في حياتي، انت لسه لابسها من ويها. انا يخوفوا بيا العيال. فشر فشر يا فندم، انت اصلك ما بتبصش في المرايه. بص في المرايه حضرتك هتلاقي ترافولتا قدامك. انت احلى من ترافولتا، انت بتقول ايه؟ طب مع السلامه. يلا يا حبيبي الطار، مفيش فايده يا فندم. ده انت ترافولتا يا فندم. معلش معلش، يلا مع الف سلام. مفيش ورقه يعني؟ لا مفيش. الجرافطه دي زي النيله، وانت لا ترافولتا ولا حاجه، انت برضه بيخوفوا بيا العيال. ما تزعلش يا شعبان ما تزعلش، ضروري هنلاقي حل. حل فين بس يا زينب؟ مالكش قرايب؟ مالكش حد من اهلك الطيبين؟ وانا كان ليا حد. ليه؟ ايه؟ خالته نفيسه. يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا غالي يا نفيسه. نفيسه ماتت. نفيسه ماتت، عاشت 92 سنه، ما تموتش الا النهارده. تعالي عالم. ياهو اثبت ازاي ان انا شعبان؟ انا عارفه دي حاجه بقت تحير، اللي ما سابولك ورقه واحده تنصفك يا شعبان. انا تعبتك معايا يا زينب. اخص عليك، ازاي تقول كلام زي ده؟ تعالي اقعدي هنا. انا تعبت، انا حاسس ان انا تايه. زينب ايه؟ انا ماليش حد غيرك في الدنيا دي. يعني هو انا اللي ليا حد غيرك يا شعبان؟ المهم دلوقتي هتبات فين؟ مش عارف. لا ما هو انت لازم تلاقي حته تستريح فيها وتتدارى عن انظار البوليس، زمانهم دلوقتي بيدوروا عليك. هو البوليس عارف مكاني هنا فين بس؟ ايه برضه يا شعبان، دول لهم طرقهم. على رايك. اسمع. ايه؟ تجيش اخبيك فوق السطح بتاعنا؟ ايه بايخه؟ طب اقول لك حاجه، عارف الست اللي كانت ساكنه جوه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ انا هنام في زريبه البهايم بتاعه الاصلاح. تنام مع البهايم؟ مالهم البهايم؟ اصحابي عارفيني من ايام ما كنت بشتغل معاهم في الاصلاح. يلا يلا روح انت، مع السلامه وانا هتصرف. طيب يلا زينب. يعني يلا على الزريبه. يلا مع السلامه وانا هتصرف عشان ما يقولوش عليك في البيت. طيب مع السلامه يا شعبان. مع السلامه يا زينب، مع السلامه.